خوتي وخواتاتي، السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجة. اليوم جبت لكم جوج ديال الاخبار. الخبر الاول كيتعلق بلد فرنسا. اول بنك فرنسي اللي سميتو ديليبارك انسي كيعلن رسميا انه غادي يولي عرض للزبناء ديالو البيع والشراء والتجارة وكذلك تحفيز العملات الرقمية. العملات الرقمية اللي غادي يعرضها هذا البنك هي عملات البيتكوين، الايثيريوم، تيزوس وكذلك جميع الانفتي. الخبر الثاني كيتعلق بلد ألمانيا. فبالنسبة للأخوات والإخوان اللي قاطنين بهذا البلد، إلا كنتي كدير ستيكينغ أو لاندينغ العملات الرقمية ديالك، فلحد الآن كانت هذيك الهالت فخيست، يعني المدة اللي لازم أنك تحتفظ بها بهذه العملات الرقمية قبل تبيعها باش تجنب الضرائب كانت هي 10 سنوات. هذه المسألة ديال 10 سنوات فهي تلغات وردوها لعام. فالقرار اللي خرج قال إلا كنتي احتفظتي بالعملات الرقمية ديالك لمدة عام وخا درتي ستيكينغ او لاندينغ وبعتيها فما كتخلصش على الارباح حتى ضريبه. كانت هذه هي الاخبار اللي جبت لكم اليوم. قول لي في لي كومونتير شنو هو الراي ديالك، واش هذه مساله مزيانه او لا. الى عجبك هذا المحتوى ما تنساش تتابعنا باش ما يفوتوكش الفيديوهات القادمه ان شاء الله. السلام عليكم والله المعين.